السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا احلى ناس في الدنيا؟ ورجعنا لكم تاني بفيديو جديد عن الاكوادور. الإكوادور دولة في أمريكا الجنوبية وعاصمتها كيتو. الإكوادور بلد جميل جدا جدا للسياحة. زمان كانت الإكوادور بدون تأشيرة، ولكن في سنة 2020 عملوها بتأشيرة يا جماعة، كلام أكيد. الإكوادور تحدها من الشمال دولة كولومبيا، ومن الشرق دولة البيرو، ومن الغرب المحيط الهادي. اللغة الرسمية في الإكوادور هي اللغة الأسبانية، وبعض الأحيان يستخدموا اللغة الإنجليزية في الفنادق والهوستل. العملة الرسمية في الإكوادور هو الدولار الأمريكي. الإكوادور يا جماعة بتستخدم الدولار الأمريكي في الفنادق، في الهوستل، في المحلات السياحية. الإكوادور بعيدة جدا عن البرازيل والأرجنتين، بعيدة بعيدة. وبعدين هي ليه سموها الإكوادور؟ لأنها مستوية، استواء، قريبة جدا من خط الاستواء. والإكوادور بها توجد بها فنادق وهوستل، والسياحة فيها جميلة جدا جدا، ومطاعمها وأكلاتها غريبة غريبة سبحان الله. الأكلات كلها متشابهة في أمريكا الجنوبية زي البرازيل والأرجنتين والإكوادور وبوليفيا. توجد في الإكوادور براكين، أهم البراكين هو بركان كوتوباسكي، وتوجد بها مجموعة من الطيور المتنوعة والنادرة في العالم. يا جماعة الإكوادور دولة فقيرة والله، مش غنية، هي حلوة للسياحة، لكن إنك تروح تشتغل هناك لا، حلوة للسياحة بس. فيها أنهار وشلالات جميلة جدا جدا، ولكن انت ممكن تروح تعمل بيزنس هناك، يعني تروح مثلا تفتح مشروع كويس. لو روح تفتح مشروع احسن ما تروح تشتغل، يعني تفتح مطعم، سوبر ماركت. امريكا الجنوبية يا جماعة مشاريع وليست اعمال. يعني مش تفكر ان امريكا الجنوبية زي الخليج او زي الاردن تروح وترجع اجازات، لا، الدساكر غالية فوق الخيال. يعني عشان تروح تشتغل سنة وتنزل أجازة هتصرف اللي اشتغلته في السنة في دساكر طيران. الإكوادور فيها بطالة يا جماعة، نسبة البطالة 10%، وهي أصغر دولة في دول أمريكا الجنوبية من حيث المساحة. مساحتها صغيرة جدا جدا، مليانة جزر يا جماعة، مليانة. الإكوادور مليانة جزر، مليانة، ولكن بلد جميل وشعب جميل، أقسم بالله. عاوز تروح، روح كسايح، لكنك تروح تشتغل لا، مش هتوفر حاجة هناك، هتعيش بس، لأن الدولة فقيرة جدا جدا. وبعدين هي ليه بتستخدم عملة الدولار؟ عشان التضخم يا جماعة. تخيل العملة الرسمية داخل الإكوادور هو الدولار الأمريكي، في جميع المطاعم، في الفنادق، في الهوستل، الحياة الليلية. الإكوادور دولة مسيحية كاثوليكية، تعتمد الدين المسيحي، ولكن فيها مسلمين ومساجد. وانتظرونا في الحلقات القادمة، أسيبكم مع مشاهدة المناظر الجميلة في الفيديو.